فيديو جديد في تعلم اللغة الإنجليزية. اليوم غادي نتعرفوا على واحد المثل إنجليزي اللي تيقول A bad tree doesn't yield good apples. A bad tree doesn't yield good apples. يعني الشجرة السيئة لا تنتج تفاحا جيدا. يعني المعنى ديال هذا المثال يعني bad education bad generation. يعني فاش كيكون عندنا واحد bad education واحد التربية اللي هي سيئة، اوتوماتيكمون تيكون عندنا واحد الجيل اللي هو سيء.